الجماهير الجزائرية التي صنعت أجواء من الفرجة ولم تتوقف عن تشجيع التشكيلة الوطنية لا تزال تتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بوركينا فاسو وموريتانيا لضمان المرور إلى الدور الثاني من نهائيات كأس أمم إفريقيا. كوب أفريقيا دي فيها تروا ماتش، فيها نف بوا، احنا رحنا دو بوا، لازم نريحوا أوبتيميست، لازم نريحوا مورا دي جور. احنا كشعب حنكونوا بروشان ماتش على ثلاثة عز وجل وحدة، تروازيام ماتش حنكونوا ثاني كريزون، إن شاء الله نختلفوا دوزيام تور نروحوا بعيد في هذا التورنوا إن شاء الله. واش نقول لك على المباراة إن شاء الله نقطة خير من الخسارة. وإن شاء الله رانا متفائلين خير، والشعب الجزائري إن شاء الله ينتظر من هذا الفريق الشاب. ورغم اكتفاء أشبال المدرب جمال بالماضي بالتعادل في المباراة الأولى أمام أنغولا، إلا أن المناصرين متمسكون بالتفاؤل. تدارك الأخطاء والتركيز أكثر في المواعيد القادمة، ذلك ما دعا إليه بعض المناصرين لتجنب سيناريو مباراة أنغولا. لكن احنا يا نتمناو ما دام الدوره راهي في الجوله الاولى نكملوا تدارك الاخطاء. تعادل صعيب ورطينا الفوز، كان الماتش فيه بين يدينا، يعني كان لي جوار زيرو راح شويه الماتش كان سهل، يعني ماشي حاجه كبيره اللي كان كنا قادرين نربحوهم باثنين ولا ثلاثه، ولكن معليش هذه هي الكره. ككل مره يكون فيها الخضر امام مواعيد رسميه، الا وتكون الجماهير الجزائريه في الموعد، وها هي تؤكد مرة أخرى من كوت ديفوار أنها وفية لتقاليدها في التنقل ودعم المنتخب الوطني.